هنا القاهرة. المصرية تقدم الفنان الكبير الأستاذ جورج أبيض في دوره الخالد أوديب، بالاشتراك مع نجوم المسرح المصري دولة أبيض، حسين رياض، أحمد علام، منسة فهمي، فؤاد شفيق، عبد العزيز خليل، فؤاد فهيم، وعلي رشدي. الإخراج محمد توفيق. سيداتي سادتي، أوديب. توسلكم بهذه الأغصان والأكاليل، وما سبب ما أراه في البلد كله
من بخور وقربان وأسمعه من نواح وعويل. أخبروني خبركم، فقد برزت إليكم أنا أوديب العظيم ملككم وأبوكم لأقف عليه من أفواهكم، وكرهت أن أوسط غيري في معرفة أمركم. تكلم أنت أيها الشيخ الكاهن، فإنك مقدمهم. أيها الملك أوديب حاكم وطننا العزيز، إنك ترى جمهورا مجتمعا أمام قصرك يصلي، وقد وفدوا عليك، وفيهم الشيب والشبان والكبار والصغار، وأنا كاهن الإله الأعظم زيوس في مقدمتهم. إن الثيبة كلها أصبحت ناكسة الرأس غارقة في بحر من الدم. الموت يحصد أهلها ويفني زرعها وضرعها. ذلك أن الطاعون الهائل فشى بيننا، فأخذ يقرض نسلنا ويهدم وطننا ويخلي ديارنا كنار آكلة يطوف بها إله الخليج. ولهذا جئناك أيها الملك أوديب، فإنك أنقذتنا من قبل، وأنقذت وطننا من أبي الهول الذي أراد التسلط علينا ليحكمنا بشريعته الهائلة، ولم تستعن يومئذ بأحد، بل كان حسبك عون الآلهة. فالآن ندعوك إلى إنقاذنا مرة أخرى، جاهزين لديك متكلين عليك. أتظنون يا بني أنني أجهل مصائبكم وآلامكم هذه؟ كلا، فقد علمت بها وكنت أشد تألما منكم لها، ولقد أزرفت الدمع غير مرة على ما أصابكم، ولما أعيتني الحيل لم أجد لدائكم إلا دواء واحدا، وهو أنني أرسلت صهري كريون إلى ديلف مقام الإله أبولون ليستفتي الإله في الوسيلة التي تدفع هذا الوباء عنكم، ويرشدني إلى واجبات المفروضة علي بإزاء مصابكم. ولقد أبطأ هذا الرسول، وأصبحت أعد الأوقات وأنا في انتظار عودته. إن كلامك أيها الملك ورد في حينه، فقد أبلغت الآن أن كريون عاد من سفره يحمل الوحي الإلهي. سنعلم منه كل شيء، ها هو ذا قد وصل. لقد كنت في انتظارك أيها الأخ الحبيب، فأبلغنا إرادة أبولون وماذا كان جوابه. هل ترغب أيها الملك في أن أتكلم على مسمع منهم، أم تريد أن ندخل كلانا إلى القصر لأبلغك وحدك إرادة الإله؟ تكلم على مسمع منهم جميعا، وأسرع، فإنه لا يهمني أمري كما يهمني أمرهم. اسمعوا الوحي الذي هبط علينا من الإله أبولون وأمرنا بإنفاذه. قال: طهروا أرض ثيبة من أثر الوحش الذي يعيش فيها، لا يزول الوباء من المملكة إلا بفدية نفتديها. أية فدية؟ يجب طرد الكافر من أرض يعيث فيها، يجب نفي القتل بالقتل، وغسل الدم بالدم، وتخضيب الأرض بدماء ترويها. أي دم يعني الإله؟ ومن يقصد؟ حكم هذه البلاد قبلك أيها الملك ملك يدعى ليس. قد علمت بذلك، وإن كنت لم أرى هذا الملك. وقد مات سلفك ليس قتلا، فالإله أبولون يوجب علينا بلسان وحيه الثأر له وقتل قاتليه دفعا للبلاء عنا، لأن هذا الوباء ما أصابنا إلا عقابا لنا. ولكن من قتله؟ وأين قاتلوه؟ ومن أين لنا العلم بوقائع جناية وقعت في زمن قديم درست الأيام آثارها؟ يقول الإله:
إن قاتلي لييس مقيمون في مملكتنا، فإذا طلبناهم وجدناهم. وأين كان مقتله؟ أقتل في هذا البلد أم في القرى أم بعيدا عنا في مملكة أخرى؟ سافر لييس في يوم بؤس لاستشارة الإله واستفتائه، ولم يعد من هذا السفر لأنه قتل فيه. ولكن ألم ينجو أحد من صحبه؟ أولم يشهد أحد مصرعه لنستطيع سؤاله واستخباره؟ قد قتلوا جميعا ساعة قتله، إلا واحدا نجا بنفسه، ولا يتذكر من تلك الواقعة إلا أمرا صغيرا. وما هذا الأمر؟ فربما دلت الصغائر على الكبائر. إنما يتذكر أنه كان سائرا في ركب الملك، فلما انتهوا إلى مضيق مظلم تكاثر اللصوص على لييس فقتلوه ومن معه. وهل يجترئ اللصوص على الملك هذه الجرأة من تلقاء أنفسهم؟ لا، لا بد أن يكون هنالك أحد دسهم له وحرضهم عليه. ذلك ممكن، وقد ظننا هذا الظن في بادئ الأمر، لكن المصائب التي توالت علينا بعد ذلك حالت بيننا وبين السعر في الثأر لليس والعرش معه. وأية مصيبة أضر بالأمة وبالعرش من هذه المصيبة ليجوز لكم الانصراف عنها إلى غيرها؟ نزلت بنا يومئذ نازلة أبي الهول الطيار صاحب الأناشيد والأسرار، فشغلتنا مصيبتنا الجديدة عن مصيبتنا القديمة. أما أنا فلا يشغلني شاغل عن هذه الجناية بعد هذا اليوم، وسأمزق عنها الحجاب وأطرق من أجلها كل باب حتى أدرك الأرب وأسأل للإله ولليس وللأمة معه. وما انتقامي من أجلكم أيها الغرباء، وما تطهير المدينة من آثار القتلة رغبة في نفعكم، وإنما ذلك من أجلي، لأن يد القاتل الأثيم التي رفعت على لييس بالأمس قد ترفع علي غدا. فقضية لييس إنما هي قضيتي وقضية الملوك جميعا، ولذلك سأسحق القتلة أيا كانوا. فانهضوا إذن أيها الأبناء، فإنني عاهدتكم على الثأر، وما رأيتموه من غضبي كفيل بوفاء هذا العهد. وليتلطف بنا الإله فيبيس بعد ذلك أو فليهلكنا، ففي يده الأمر من قبل ومن بعد. Thank you.
خاطب أيها الشعب الذي وفد يلتمس معونتي، إني أرى آلامكم وفي استطاعتي إزالتها إذا أعنتموني، ولكني أخشى إذا انفردت بالأمر وحدي ألا أدرك العرب، لأنني حديث العهد في هذا البلد القديم. فاسمعوا إذن يا أهل ثيبة ما أطلبه منكم. إنني أوجب على كل من يعرف منكم قاتل الملك ليس أن يطلعني على اسمه ويذكر لي كل ما اتصل بعلمه، وإذا كان القاتل أحدكم ويخاف على نفسه فليفر من هذا البلد، لأن نجاته ونجاتنا في فراره، وأنا أعطيه عهدا على أن لا أتغرده. ولكن إذا كان أحدكم يعلم شيئا عن قاتل الملك ليوس ويكتمه رغبة في إنقاذ نفسه أو حماية لأحد أصدقائه، فاعلموا الآن أنني سأعاقبه عقابا هائلا رادعا حتى يصبح ذعرا لنفسه ولكم. يا أهل ثيبة، يجب علينا السعي في عقاب القاتل ولو لم يهبط الوحي بإيجابه، فإنه إنما قتل خير الرجال وأكرم الملوك. إن هذه البلاد التي كانت في حوزة الملك ليوس قد أصبحت في حوزتي، وصار فراشه فراشي وزوجته زوجتي، واشترك في هذا النسب أولادنا كلينا فأصبحوا إخوانا. فالقاتل لم يصب القتيل وحده، وإنما أصاب أسرته كلها، وعلي أن أثأر له كما يثأر الابن لأبيه. أيها الملك، إن العرافة ترزياس الكبير يعلم الغيب علم أستاذه أبولو، وربما استطاع هدايتنا إلى الغرض المقصود. لم أنس هذا الشيخ، فإن كريون أشار علي بسؤاله، وقد أرسلت رسولين في طلبه، ويدهشني أنه تأخر إلى الآن. ها قد جاء الذي في وسعه أن يطبعنا على حقيقة الأمر. هذا هو العالم الفرد الذي يحمل في نفسه ذلك السر. هذا هو ترزياس العظيم. أذن أيها الرجل الإلهي العليم بأسرار الأرض والسماء، تقدم يا ترزياس العظيم. إنك مع كون القدر قد ذهب ببصرك ترى أثر الوباء الذي يفتك بثيبة، وأنت الرجل الفرد الذي يستطيع وقايتها وإنقاذها. إننا استفتينا الإله أبولون فأفتانا بأن البلاء الذي أصابنا لا يزول عنا إلا إذا طلبنا قاتل الملك ليوس وقتلناه. فاستطلع لنا الغيب واستنزل الوحي الإلهي وأبرز لنا معجزات علمك. من شرف العلم أن يكون نافعا للناس، فأرنا الآن نفع علمك وأخرجنا من المهوات التي سقطنا فيها. ما أشد خطر العلم، وما كان أقدر به أن أذكر ذلك ولا أنسى، فلو ذكرته لما جئت إلى هنا. ما معنى هذا الضعف؟ وما معنى هذا الانقباض الذي أرى أثره على وجهه؟ دعني أنطلق في سبيلي وكن على يقين أنك تحسن ولا تسيء إذا تركتني أنصرف، فإنما صالحك يقتضي ذلك لا صالحي. إن ثيبة وطنك ومسقط رأسك، فاحذر إذا ظننت عليها بالمعونة والنجدة أن ترمى بالغدر والخيانة. إن كلامك أيها الملك
يدل على قلة فطنة. أما أنا فألتزم السكوت لئلا أفعل فعلك وأكون مثلك. نستحذفك باسم الآلهة ونحن جاسون لديك والتراب يعلو رؤوسنا أن تنطق ولا تسكت. كأني أراكم جميعا مجانين. لا لا أقول شيئا اجتنابا لكشف الستر عن شقائي وشقائك. ما تقول يا خائن؟ أترى هذه المدينة تهلك وأنت قادر على إنقاذها وتستحل السكوت؟ ولكن سيتم كل شيء سواء نطقت أم سكت. فانطق إذن. حسبي الآن ما قلت. أما أنت فاسترسل في غضبك ما شئت. فاسمع إذن فقد عيل صبري. إنني أتهمك أيها الرجل بأنك شريك القاتل في القتل، وإن كنت لم تطعن بيدك فأنت ممن حرضوا الجاني على الجناية، ولو كنت تبصر لقلت إنك الذي صوب خنجره إلى صدر القتيل. أحق ما تقول، فأنفذ في إذن حكمك هذا. أسرع وأنفذ حكمك يا من يجب على الناس اجتنابه اجتناب السليم الأقرب، لأنك أنت العار الذي يدنس وطننا. أتجترئ على اتهامي أيها الوقح؟ وهل تظن أن جرأتك هذه تحميك من غضبي؟ إنما يحميني منك الحق وهو حسبي. أعد كلامك، فلست على يقين أني فهمته. إنك تطلب قاتل نيس وأنت ذلك القاتل. من كاد لي هذه المكيدة ودس لي هذه الدسيسة؟ أنت أم كريون؟ ما جنى عليك كريون، وإنما أنت جنيت على نفسك. كنت أعد كريون من خلص أصدقائي، فإذا بي أراه يكيد لي المكائد وينصب للفخاخ والمصائد، ولذلك اتفق علي مع هذا العراف الكاذب والشيخ المنافق ليقتسم بينهما مملكتي. أما والآلهة، لولا حلمي وشفقتي لأوردتكما كلتيكما موارد التهلكة. لا تهني، فأنا ما جئت إلى هنا إلا بناء على طلبك. ولكني ما طلبتك لأسمع منك مثل هذه البذاءة والسفاهة. أنت تعدني بذيئا سفيها. أما أهلك فكانوا يعدونني حكيما. قف، لا تنصرف. من هم أهلي؟ وهل عرفت أبوي؟ ارتعد وارتجف، فإنك تموت يوم تعرف أبوي. اذهب يا منافق لأستريح من بدائك. نعم أنا ذاهب، ولكني قبل ذلك أجهر في وجهك من غير أن أخشاك بما حملني على المجيء إليك. إنك تطلب قاتل لئيس وتهدده بغضبك، ولكن قاتل لئيس هنا وهو الآن بيننا. فاسمعوا أيها الناس، إن هذا الرجل أوديب الذي تظنونه غريبا عن هذه البلاد إنما ولد في ثيبة،
سيلعن نفسه متى عرف نفسه، فينطلق بعد هذا هائما على وجهه، أعمى فقيرا محميا على عصاه، مهاجرا إلى البلاد الأجنبية. إن هذا الرجل كان لأبنائه أبا وأخا ولأمه زوجا ولأبيه قاتلا. افهم الآن أيها الشقي، افهم يا طاغية ثيبة وسبب دمارها. الآن عد إلى قصرك واخلُ بنفسك وأمعن النظر في كلامي وابحث فيه، فإذا ظهر لك أنني كذبت عليك في كلمة واحدة فلك أن تقول عني حينئذ إنني عراف لا أحسن العراف. بني الوطن، بلغني أن أوديب اتهمني أمس بأنني أعقد المؤامرات لخلعه، وليس في وسعي السكوت عن هذه التهمة، لأنني أكره أن يظن في السوء والخيانة، وقد اجتمعت بكم لأبرئ نفسي لديكم. إنه قال ما قال عن غضب لا عن عقيدة، ومع ذلك فها هو قادم وقد خرج من قصره. تعال يا خائن، بأي وجه تظهر في ساحة قصري بعد أن حاولت سلبي ملكي؟ تكلم، هل لك أن تخبرني بما أتأت إليه؟ بل أجب أنت نفسك على هذا السؤال، لأنك أنت الذي أثرت علي بدعوة ذلك العراف الذليل في رأيك. نعم أشرت عليك بذلك وما زلت أشير به. أتظن أن ذلك النبي الكذاب كان يجترئ على اتهامي تلك التهمة لو لم تكن متفقا عليها معه؟ ألقيت علي بضعة أسئلة، فدعني ألقي عليك مثلها. قل، ألست بزوج أختي؟ ومن ينكر عليك ذلك؟ أليست أختي شريكة لك في الملك وهي حاكمة معك؟ أجل، وأنا فضلا عن ذلك طوع أمرها ورهين إرادتها. أليست لي بناء على ذلك سلطة تالية لسلطتك ومشتقة منها؟ وهذا ما يزيد في عظم ذنبك وسوء فعلتك. فأمعن الآن النظر فيما يلي. هل تظن أن في البشر من يفضل العرش وأهواله والملك وأثقاله على رخاء العيش مكرونا بسلطة معادلة له؟ إنني في كل عمري إنما كنت أطمع في سلطة كسلطة الملوك
لا في عروشهم التي ينوء بها أصحابه. وكل رجل عاقل يرى رأيي. إنني الآن أنال من نعمي كما أشاء، ولا أخشى شيئا، ولا أكلف نفسي أمرا تأباه. لكن لو كنت ملكا مكانك لرزحت تحت أعباء الملك، واضطررت غير مرة أن أفعل ما لا أرضاه. فكأنني الآن ملك متمتع بجميع مزايا الملك إلا مشاقه وأذاه، فلي الغرم وعلى غيري الغرم. وإذا كان كلامي هذا لا يقنعك أيها الملك، فهلم بنا إلى دلف مقام الإله أبولون، وحقق هل نقلت إليك وحيه كما هبط عليه، أم حرفته وتصرفت فيه؟ وإذا كنت قد أخطأت في شيء فأنت في حل من دمي، لكن لا تتهمني باطلا تهمة شنعاء قبل أن تحقق كلامي وتنظر في أمري. لا تنبذ صديقا لك صادقا لمجرد شبهة أو شبه شبهة، والأيام كفيلة بإظهار صدق الصادقين. أما المنافقون فنفاقهم يظهر في يوم واحد. لقد صدق في مقاله أيها الملك، فلا تتسرع في الحكم، ففي التسرع الندامة. إذا هجم علي غادر تحت جنح الظلام للفك بي، فعلي أن أسرع إلى ضربه قبل أن يضربني. وإذا ترددت وانتظرت ضرباته عجزت عن مقاومته وبلغ مأربه مني. وماذا تريد مني؟ أتطلب نفي؟ إن رجلا دنيئا مثلك لا ينفى نفيها، بل يقتل قتلا. ولكن أطلعني أولا على سبب بغضك لي. أتعصي أمري الملكي؟ لا أعصي لك أمرا، ولكني أخاطبك بلسان العقل وأنت لا تسمع. إنما أسمع صوت صالحي. وصالحي أنا؟ ليس للخائن صالح يصاح. إنك لمخطئ. ألا تحتشم وتذعن لأمري؟ لا، لا أخضع للظلم. يا أهل ثيبة، يا أهل ثيبة، يحق لي أن أستغيث بهم كاستغاثتك، وإني لمحكمهم بيني وبينك. ما تفعلان أيها الأميران؟ مهلا رويدا، ها قد حضرت الملكة جوكاست، فعسى أن تصلح بينهما. علام هذا النزاع؟ أتتخاصمان وسيبة تبكي وتندب سوء حظها؟ أوديب، ادخل إلى قصرك، وأنت يا كريون عد إلى دارك، ولا تزيد في آلامنا وشقائنا. لقد قام في نفس زوجك أوديب يا أختي أن يطلب رأسي، ولا يكتفي بنفيه بل يبغي قتلي. نعم، لأنني اكتشفت مؤامرات عقدها لاغتيالي. فلتلعني الآلهة ولتهلكني هنا في الحال إذا كنت قد أضررتك يوما أو فكرت في إيذائك. يجب أن تصدقه أيها الملك، لأنه استشهد بالآلهة. احترم يمينه وهذا الشعب، فضلا عن أخته. ونحن جميعا نلتمس منك أن تسكن من غضبك، وندعو لك بالرشاد والسداد. وما تطلبون مني؟ لم يكن كريون خائنا، والقسم الذي أقسمه الآن يحميه ويجعله مقدسا في نظرنا. أتفقه ما تقول وما ينجم عن كلامك؟ لا تنبذ صديقا لك لمجرد شبهة مبهمة، خصوصا وأن قسمه يقيده. ألا يؤنبك ضميرك لهذا الطلب؟ فإنه بمنزلة طلبك نفسي أو موتي. فليهلكني إله السماء إذا كان هذا مرادي. ولكن حينما نرى خصامكما ونحن فيما نحن فيه يزداد ألمنا وعذابنا. فليسافر إذن، فقد أثر في رجاؤك لا رجاؤك، ولكن غضبي سيطارده حيثما كان. أنت قاس شديد حتى في حلمك، فسكن من روعك، وسيجيء عليك يوم تدعو فيه هذا الغضب جنونا. أترحل أم لا ترحل؟ أنا راحل. وإذا كنت قد أنكرتني فهؤلاء لا ينكرونني وسيديمون ثقتهم بي.
ما هذا يا أوديب؟ وما هذا الغضب الذي أخذ منك كل ما أخذ؟ أخبرني حقيقة الأمر إن كنت ما زلت تحبني. لا أحب إلي منك أيتها الحبيبة، ولذلك أطلعك على الدسيسة التي كان كريون يدسها لي. إنه يتهمني بقتل الملك ليوس. وكيف ذلك؟ أهو يشهد به أم استشهد بغيره؟ لا، لم يشهد هو بذلك بعد، ولكنه اتفق علي مع شيخ عراف محتال على إلقاء تلك التهمة علي. لا تبالي بهذه الإشاعات ولا تعبأ بأقوال العرافين. صدق زوجتك التي تحبك. هل رأيت يوما عرافا تنبأ وصدق؟ وإليك برهانا على صحة ما أقول. قد هبط يوما وحي لا دخل فيه للإله أبولون، وإنما زعمه كهانوس، وخلاصته أن ليوس يموت قتلا بيد ابن له، ويكون هذا الابن مني. ومع ذلك فقد مات ليوس قتلا بأيدي اللصوص في طريق تلتقي فيه ثلاث طرق، وهذا أمر لا يجهله أحد. ولما وضعت ابنا قبل مقتل ليوس بزمن بعيد، خاف ليوس مغبة أمري فأمر بإلقائه في جبل مقفر. فأنت ترى أن ليوس لم يقتل بيد ابنه خلافا لنبوءة الكهان والعرافين. إذن لا تطل الفكرة في هذه الخرافات. ولكن قلقي ازداد للرواية التي رويتها. وما الداعي لزيادة هذا القلق؟ قلت لي من قبل إن ليوس قتل في طريق تلتقي عندها ثلاث طرق، وقد أعدت الآن هذا القول. هذا هو المتواتر على الألسنة بين الناس. ومتى وقعت هذه الجناية؟ وقعت قبيل ارتقائك العرش. وكم كان عمر ليوس؟ وكيف كان وجهه؟ كان طويل القامة، والشيب قد أشعل رأسه، أما ملامحه فقد كان فيها شبه منه. جوبيتير القدير، جوكاست، إنني أخشى أن يكون العراف صادقا. ولكن لي إليك سؤال آخر لعله يدفع الوهم. إني أرتعد جزعا لكلامك، فسل أجبك. هل كان ليوس مسافرا في ركب كالملوك أم كان منفردا؟ كان في صحبته خمسة، في جملتهم رجل يعد أمام المركبة، وكان ليوس في المركبة. ما لك ترتعد؟ يا للهول يا للهول، قد أخذ الحجاب يسقط عن عيني. ولكن من خبرك هذه الأخبار امرأة؟ نجا من تلك الواقعة خادم واحد، وهو الذي أخبرني الخبر. وهل هذا الخادم في القصر؟ كلا، فإنه لما عاد من ذلك السفر المشؤوم والحزن مالئ النفس، ورأى ليوس في النعش ورآك مكانه على العرش، جاءني والتمس مني أن آذن له بالسفر إلى حيث ينسى ويسلو ويقضي بقية عمره في الراحة، يرعى مواشينا ويعيش في حقولنا، فأذنت له بذلك. وهل في الإمكان دعوته إلينا على عزل؟ هذا أمر سهل، ولكن ما حاجتك إليه؟ إنني أخشى يا امرأة أن أعلم منه فوق ما أريد علمه، ولكني مع ذلك أنتظره لأعلم منه كل شيء. سندعوه طوعا لأمرك، ولكن هل لك أن تطلعني في صراحة تامة على ما قام في نفسك، أم لا تراني جديرة بذلك؟ من أجدر منك بالاطلاع على خفايا نفسي؟ ومن أولى منك بتسكين العاصفة التي تكاد تفني قواي؟ إن أبي هو بوليب ملك كورنثيا، وأمي ميروبا زوجته، ولم يكن في كورنثيا كلها يد فوق يدي ولا مجد فوق مجدي، وقد كنت أعيش سعيدا آمنا إلى أن حدث لي حادث أزعجني.
فقد كنت ذات يوم في مأدبة، ولما لعبت نشوة الخمر بالرؤوس دنا مني احد المدعوين وقال لي انك لم تكن ابنا لبوليب، بل ان بوليب تبناك، وانني لاكزم غيظي غير مرة في النهار، ولكنني في هذه الحادثة لم استطع كظمه، فقصدت ابي وامي في اليوم التالي وشكوت اليهما امري، فعنفا الرجل الذي اهانني تلك الاهانة اشد تعنيف، فسري عني، ولكن الاهانة التي اصابتني بقيت نصب عيني، وكأنها سهم نفذ الى داخلي واصاب صميم قلبي، فقام في نفسي ان اسافر الى ديلف مقام الاله ابولون واستطلعه جلية امري، ولكن الاله لم يجاوب على اسئلتي، بل اكتفى بان تنبأ لي بمستقبل هائل، فقد اوحى انني ساتزوج امي واستولدها ابناء يصبحون عارا على الجنس البشري، وانني ساقتل ابي بيدي. فلما سمعت هذه النبوءة فررت من كورنثيا قاصدا بلادا لا سبيل الى اتمام تلك النبوءة فيها، حتى وصلت الى الطريق التي تلتقي عندها ثلاث طرق، سرت فيها ورأيت في طريقي رجلا طويل القامة في مركبة، وأمام المركبة رجل يعدو، فاعترض مسيري بشدة للمرور قبلي، وأخذ سائق المركبة ينازع للمرور، فغضبت وضربته ومررت، فتناول الشيخ الذي كان في المركبة عصاه وضربني بها فأصاب رأسي وفجر دمي، فهجمت عليه بعصاي وضربته بها على أم رأسه فهوى من المركبة يتخبط بدمه ومات لساعته، ولما قام علي رفاقه بعد ذلك قتلتهم جميعا، فإذا كان هذا الرجل هو ليوس نفسه فأي شقاء كشقائي، وأي بلاء كبلائي، وفضلا عن ذلك فإنني أكون قد قتلت ليوس ودنست فراشه معا، ألا أكون حينئذ وحشا مرذولا وعارا على البشر، ألا أكون ذعرا وخزيا للأرض والسماء، وفوق هذا إن قدمي لا تطأن بعد هذا اليوم أرض وطني، وليس في وسعي العودة إلى مسقط رأسي، لأنني أخشى أن تتم النبوءة الهائلة فأقتل أبي وأدنس عرض أمي، فيا لجور القضاء الذي قضى علي أن أكون جانيا وما زال يطاردني، يا أيتها الآلهة لا تطلع علي شمس ذلك اليوم الذي أكون فيه قاتلا لأبي مدنسا عرض أمي، بل اهلكيني وانبذيني من بين البشر قبل أن أرى ذلك اليوم. إننا جميعا لفي حزن وغم شديد، ولكن قبل أن تستسلم لليأس ادعو الراعي الذي أشرت إليه، عساه يبدل غمك ويزيل همك. أدعوه إنني من انتظاره لعلى مثل جمر النار، وحضوره آخر أمل لي. وكيف ذلك؟ قلت إن الراعي يقول إن ليوس مات قتلا بأيدي قطاع الطرق، وقوله هذا يدل على أن قتل ليوس كان من عدة رجال لا من رجل واحد، فإذا كان ذلك كذلك فلست بقاتله، لأنني كنت منفردا وحدي، ولكنه إذا قال إنه رأى رجلا واحدا يقتل الملك وصحبه زالت كل شبهة لدي، وتحققت أنني ذلك القاتل. سأبعث في طلبه في الحال إرضاء لك، أما الآن فلندخل القصر لتستريح ويسكن روعك. يا شيوخ البلد، إنني عزمت على زيارة الآلهة لأقرب إليها في سبيل أجيب هذه الأكاليل وهذا الطيب،
لعلها ترحمه وتسكن روعه، فهو قد أصبح في غم شديد وخوف ما عليه من مزيد، لا يصغي إلى نصحي ولا يبالي بدموعي، ولا يستسلم إلا لمن يخاطبه في موضوع قلقه وأحزانه ويزيد في أشجانه. لذلك جئتك أيها الإله أقولون أحمل إليك الهدايا والبخور والنذور قربانا إليك، عسى أن ترق لنا وأن تدفع عن أديب همه وغمه، فالطف به وبنا، فإننا أصبحنا نبتعد خوفا عليه حينما نرى أنه صار كسفينة تتقاذفها الأمواج أو كريشة في مهب الرياح. إني غريب عن هذا البلد، فهل لكم أن تدلوني على قصر الملك؟ هذا قصر الملك أيها الغريب، وهذه أم أبناء الملك. أسأل الآلهة أن تجعل الزوجة الصالحة في هناء مقيم، وأن لا تكتنفها إلا السعادة والسعداء، ولتجعلك أيضا في هناء دائم أيها الغريب. ما جاء بك وما وراءك؟ أنا قادم من كورنثيا وأحمل إليكم خبرا فيه هناء وعزاء. وكيف يجتمع الأمران في خبر واحد؟ إن أهل كورنثيا عزموا على تولية زوجك ملكا عليهم. وأين بوليب الشيخ؟ هل ترك العرش؟ قد بات تحت الثرى. أمات بوليب؟ وهل تقول الحق؟ المعونة أيتها الآلهة. فلتهلكني الآلهة إن كنت كاذبا. اسرعي اسرعي يا امرأة إلى القصر وادعي الملك إلى هنا. وأنتم يا أهل النبوءات، أين صدق نبوءاتكم؟ لقد تنبأتم بأن أديب يقتل أباه، ولذلك هجر وطنه وأباه خوفا من إتمام النبوءة. وها قد مات بوليب ولم يقتله أديب، فمن يصدقكم بعد الآن؟ لما دعوتني أيتها الزوجة المحبوبة؟ أصغي إلى هذا الرجل واتعظ بكلامه، ولا تصدق الوحي والنبوءات بعد هذا اليوم. من أين جاء هذا الرجل؟ وما الرسالة التي يحملها إلي؟ جاء من كورنثيا ليبلغك أن بوليب أباك قد مات، وأن أهل كورنثيا عزموا على توليتك ملكا عليهم. ما تقول أيها الغريب؟ تكلم. أمات أبي بجناية أم مات حتف أنفه؟ إن أصغر الأمور تذهب بحياة الشيوخ. إذن انتهت أيامه ومات ضعفا وحسرة. نعم انتهت أيامه، ولكنها كانت ملأى بحسان الأعمال. من يصدق بعد هذا اليوم كهنة ديلف؟ ومن يعتد بنبوءاتها؟ فقد تنبأت أنني سأقتل أبي، وأبي قد مات، بات في كورنثيا وهو الآن تحت الثرى، وأنا الآن في سيبة لا دخل لي في وفاته. وأبتاه إنني بريء من جناية قتلك. إذن
إذا اطرد الوهم عن نفسك. ولكن ما الحيلة بالنبوءة القديمة؟ وأمي، أمي، هل في وسعي نسيان النبوءة ما دامت على قيد الحياة؟ ما اسم المرأة التي تخيفك هذا الخوف؟ هي ميروبا زوجة بوليب. وعلام خوفك منها؟ وما سبب ذعرك؟ أطلعك أيها الغريب على كل شيء. قال لي أبولون في أثناء غضبه: إنني سأتزوج يوما أمي وأقتل أبي، فأسرعت إلى الفرار من وطني لكي أعيش بعيدا عنهما. في استطاعتي أن أزيل خوفك هذا، وما جئت إلا لأكون أهلا لعنايتك، حتى إذا ما عدت إلى كورنثيا جديت لي خيرا. ما دامت أمي في كورنثيا فليس في وسعي العودة إليها. إنك لفي خطأ عظيم يا بني. ولكني أخاف أن تتم النبوءة الهائلة. ولكنك لست من دم بوليب أيها الملك. كيف ذلك وبوليب أبي؟ إذا كان بوليب أبي فهو أبوك. فلماذا كان يدعوني ابنه إذن؟ إنما أخذك بوليب من يدي وتبناك، فإنه لم يرزق أولادا، وكنت أنت بهجة شيخوخته. وهل شريتني أنت أيها الشيخ، أم ألقى بي الاتفاق بين يديك؟ كنت ملقا بين الصخور المظلمة القفراء في جبل ستيرو. أيتها الآلهة، ولماذا كنت تجول في تلك البلاد المقفرة؟ كنت أرعى المواشي في الأودية. وكيف كنت حين لقيتني؟ دفعك إلي رجل آخر وكنت موثق القدمين. ففككت وثاقك وكانت قدماك داميتين. ابتدأت حياتي لقيطا منبوذا، وما من عار أشد من هذا العار. ومنذ ذلك الحين دعوتك أودي. ومن فعل بي تلك الفعلة، أبي أم أمي؟ تكلم أيها الشيخ. لا علم لي بذلك، وإنما يعلمه الذي ألقاك إليه. ومن هو هذا الرجل؟ أظنه خادما لسلفك الملك السابق. أتعني الملك ليوس؟ نعم، وكان هذا الخادم يرعى مواشي الملك. جوكاست، هل الراعي الذي أشار إليه الرسول هو نفس الراعي الذي بعثت في طلبه؟ أجيبي. لا أعلم، لا أعلم أي راع يعني، وأنت لا تزعجك إشاعات السوء. وهل تظنين أنني سأعدل عن تحقيق هذا الأمر الذي فيه كشف الستار عن حقيقة مولدي؟ أتوسل إليك ألا تحقق هذا الأمر، وخذ نتيجة هذا التحقيق. لا، لا أطاوعك في هذا، ويجب علي أن أجلب حقيقته. إنني صادقة في نصحي، فأستحلفك ثانية أن تصغي إلي. إن نصحك هذا يتعبني ويزعجني. أيها الكاهن، أرسل في طلب هذا الراعي على عجل، ودعوها تفخر بحسبها ونسبها. لا قدرت الآلهة أن تعلم ما كتب لك أيها الشقي. أسفا، ستوصم بالشقاء بعد الآن. يا لك من شقي، يا لك من شقي، يا لك من شقي، يا لك من شقي. لماذا انصرفت وهي في هذا الاضطراب الهائل؟ ما الداعي إلى يأسها ذلك اليأس؟ إنني صرت أخشى بعد هذا السكون الوقتي أن تهب عاصفة مصيبة عظيمة. هل تهب العاصفة؟ فإنني لا أخشاها.
إني أريد معرفة نسبي، فإذا كنت من أصل خسيس فلا أستحي به كما تستحي هي به، فكفاني فخرا أني ابن التوفيق والسعادة وقد نشأت في حضنيه. إن السعادة أمي والتوفيق أبي والأيام أسرتي، قد رفعتني من حيث ولدت إلى قمة المجد التي أنا الآن جالس عليها، فكون المهد الذي ولدت فيه حقيرا أمر لا يهمني، وإنما تهمني معرفتك.